ازاي بتختار الكاست اللي هو ورا الكاميرا مش قدام الكاميرا بناء عليه بالظبط؟ كويس. تاني سؤال، انت الفتره اللي فاتت قال لك عملين ورا المنهج وبينكم مود مختلف تاني تماما، ازاي انت كمخرج بدات تعرف تفصل ما بين الاثنين؟ حلو. اختيار الكرو عامة هي بتبقى مزيج ما بين حاجتين، ناس انت بتستريح مع الشغل من الشغل معاهم وبتستريح في التعامل معاهم وفاهمينك، والشق التاني هو فكرة انه لايقين على الفيلم ولا لا. يعني انت ممكن تبقى حد بتحبه جدا بس مش لايق على ستايل الفيلم ده، وفي حد ممكن ما تحبوش خالص بس هو قالي حد للفيلم ده. فهو انت بتحاول تعمل الموازنة دي، قد ايه بتعرف تتعامل معاه وفي نفس الوقت قد ايه هيعرف يعمل لك اللي انت متطلبه منه في الفيلم ده. وانا يمكن الفيلم ده الوحيد اللي كنت اشتغلت معاه قبل كده يمكن شيكو، هو مدير التصوير، وبقيه الناس كانت يمكن اول ما اشتغل معاه، ويمكن علي حسين برضه اشتغلت معاه قبل كده في وراء الطبيعه. بس عامه انا لما باجي افكر ما بفكرش مين اصحابي اللي بحبهم واشتغل معاهم، لا انا بفكر هل اصحابي اللي بحبهم بحب اشتغل معاهم هعرف يعملوا ده ولا لا، ولو في حد احسن منهم اكيد بروح للحد الاحسن. السؤال التاني كان ايه؟ نسيت. بناء ازاي بيمبو. تفصل بيمبو بره المنهج. لا بص، هي كانت تجربه قاسيه وغبيه جدا مني، وانا للاسف المشروعين يجبوا على بعض. نفس الأسبوع نزلوا تقريبا. في نفس الاسبوع نزلوا، ده حقيقي. وفي ايام بجد انا كنت بنزل اعين بيمبو الصبح وبعد الظهر انزل اعين بره المنهج، وفي ايام كنت بمنتج الصبح بيمبو وبمنتج بالليل بره المنهج، وكانت حاجه قاسيه جدا عليا ذهنيا، لان زي ما انت بتقول كمان مشروعين بعاد جدا عن بعض. بس عشان اجاوب الاجابه بشكل مفصل اكتر من غير ما ازهقكم، برضو انا حاولت على قد ما اقدر في كل الافلام اللي عملتها او المسلسلات ان انا اعمل جونرز مختلفه، انواع مختلفه. يعني ما حاولتش قبل كده اعمل فيلمين شبه بعض، يمكن اكتر حاجه كانت مضايقاني من بره منهجه وعشان كده اجلته فتره طويله، ان مش عايزه يبقى شبه لا مؤاخذه. فانا بحاول اعمل انواع مختلفه عشان انا مقتنع ان انا على الاقل لحد ما اوصل 40 سنه عايز ابقى اتعلمت كل حاجه، وعندي جوع ان انا اجرب كل حاجه واتعلم كل حاجه، وبحس ان انا كل ما اعمل مشروع مختلف ان انا عن اللي عملته قبل كده، يعني بحس ان انا بتعلم اكتر. وانا تجربه بره منهج وبيمبو المشروعين مختلفين خالص. بره منهج فيلم كلاسيكي جدا، بيمبو حاولت اعمل فيه تجارب تجريبيه وعبثيه كتير، ورد الفعل هنا يعني اللي عجبه بره منهج، يعني نوع الناس اللي عجبها بره منهج مختلف تماما عن نوع الناس اللي استساخت بيمبو. وانا على طول بقول استساخت بيمبو مش عجبها بيمبو، لان بيمبو هو تجربه كده كانت ما عنديش حاجة أقولها غير إنها أبسورد أو عبثية. يعني حاولنا نشوف بيها هل التجربة دي هتنفع ولا لأ، والحمد لله في ناس عجبتها التجربة.